بلشت النساء يعلى صوتها، بس الاهم والاهم كثير انه الرجال عم يعلى صوتهم بلبنان، فعندنا رجال حقيقيين يعني نحن بلبنان. برنامجنا لكن رح يكون مركز على هالموضوع، لكن بداية رح يكون مع باركود ومع بكيف بيستعمل قدراته وبأي مكان. ما ننسى انه لازم يكون انسان قبل ما يكون اي شيء ثاني. ما ننسى كمان انه المرأة عندها دور كثير كبير بهالاطار. شكرا لجمعية كفا ولكل المنظمات اللي عم تعنى بهالموضوع، لكل الافراد يلي كمان على قلبهم هالموضوع وبيعنوا فيه او بيناضلوا كرماله وين ما كانوا بأي نوع من المهن هني عم بيكونوا فيها او باي موقع هني موجودين فيه. مواضيع جديد بكره كنا نسمع مجموعه جديده من المواضيع بـ MTV Alive.